إنترنت الأشياء هو اتصال جميع الأشياء بالإنترنت وبالويب بدون وجود أي وسيط. معنا التشكارشي وهو مدير إقليمي في أفاريا، سيشرح لنا كيف تدفع هذه التقنية تكنولوجيا المعلومات بشكل عام إلى الأمام. معنا بداية، كيف تساهم تقنية إنترنت الأشياء في تعزيز وإثراء تجربة زيارتنا لأي مكان؟ اولا عندنا موضوع الاوكيوبنسي تراكنج او عدد الاشخاص الذين هم في المعرض في نفس الوقت، فهذه المعلومات عن كميه الناس الذين ياتون للمعرض، وممكن انه نشوف المعلومات هذه متى الاوقات او متى اوقات الزحمه من ناحيه عدد الزوار، ويخلينا انه يكون عندنا من الستاف او الموظفين في وقت الزحمه بيكونوا متواجدين اكثر من اوقات الغير زحمه. ممكن هاي المعلومات نعرضها على يوميا او بشكل اسبوعي او بشكل شهري، وكل هذه المعلومات بتساعدنا انه نعرض تجربه احسن للزوار المعرض. طبعا هناك كاميرا هي التي ترصد عدد الزائرين لاي مكان، اليس كذلك؟ الكاميرات اللي عندنا بالمعرض سواء فوق السقف او الكاميرات اللي موجوده حوالينا دائما بتحلل عدد الزوار وبتحلل الديموغرافيه الزوار بشكل خاص، فممكن انه حتى نتابع عدد الزوار من الرجال ومن عدد الزوار من النساء، وحتى تقرب لنا أعمار الأشخاص. ماذا أيضا يمكن لإنترنت الأشياء أن تساعدنا في إدارة وجود مجموعة من الأشخاص في نفس المكان؟ ممكن حسب الأعمار وحسب الديموغرافيات نعرض إعلانات حسب الشخص، فإذا وقفت قدام الكاميرا ممكن يوريني أنه المعرض الآتي بالنسبة لرجل بهذا العمر هو معرض البيج بوي تويز. عندنا ايضا موضوع الفي اي بي ريكوجنيشن او للشخصيات المهمه التعرف عليهم واستقبالهم بطريقه شخصيه. حين تكون قدام الكاميرا اخ محمد، السيستم الحين حيتعرف على تقاسيم الوجه ويعرض رساله تعريفيه مع معلومات عن الاجتماع، مكان الاجتماع، ومع معلومات إضافية على الشخصية المهمة. كيف تساهم تقنيات إنترنت الأشياء في جعل تجربتك شخصية وخاصة بك أنت وحدك عندما تزور أي مكان؟ فرضاً تتفضل حضرتك لزيارة البنك، أول ما تدخل البنك حيتعرف عليك ويعرف أنه أنت مقدم مثلاً على طلب فتح حساب جديد، وممكن أنه معلوماتك تكون جاهزة بالنظام ويتصل في مدير الفرع حتى يجي يقابلك ويكون مساعدك بطريقة شخصية أكثر ما أنه توقف بالدور الكيو مانجمنت أو إدارة خطوط الانتظار. من هذه الناحية بتورينا عدد الأشخاص اللي هم في انتظار في الدور في كل مكان في الستاند. في حالة وجود دور أطول من اللازم يتم الاتصال على تليفون أو بعث مسج للمسؤول عن الستاند أو المعرض في هاي المنطقة حتى يبعث ناس بحيث أنه نغير الدموز بشكل أنه يتجاوب مع الناس وما نطيل انتظارهم. هكذا تنتهي حلقة فورتك لهذا الأسبوع. لا تنسوا زيارة الصفحة الخاصة بنا على موقع BBC عربي على الإنترنت bbcarabic.com/fortek، وأيضا زيارة صفحتنا على فيسبوك BBC فورتك التي نتواصل معكم فيها بشكل يومي مع أحدث التكنولوجيا والابتكارات. أما حسابنا على تويتر فهو @bbcfortek. تحية لكم جميعا من فريق البرنامج، ونلتقي في الأسبوع المقبل.